دعاؤه عليه السلام في كل صباح ومساء المعروف بالحرز الكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وأعلى وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر. أستجير بالله عز جار الله وجل ثناء الله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيرا. اللهم بك أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي ومن يعنيني أمره. اللهم بك أعوذ وبك ألوذ وبك أصول، وإياك أعبد وإياك أستعين، وعليك أتوكل، وأدرأ بك في نحر أعدائي وأستعين بك عليهم، وأستكفيكهم فاكفنيهم بما شئت وأنا شئت وكيف شئت وحيث شئت. بحقك لا إله إلا أنت، إنك على كل شيء قدير، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا، أنتما ومن اتبعكم الغالبون. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. اخسأوا فيها ولا تكلمون، إني أخذت بسمع من يطالبني بالسوء، بسمع الله وبصره وقوته، وبعزة الله وحبله المتين وسلطانه المبين، فليس لهم علينا سبيل ولا سلطان إن شاء الله. سترت بيننا وبينهم بستر النبوة الذي ستر الله به الأنبياء من الفراعنة جبرائيل عن أيماننا وميكائيل عن يسارنا، والله مطلع علينا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. صم بكم عمي فهم لا يبصرون. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. حسبي الله من خلقه، حسبي الله الذي يكفي ولا يكفي منه شيء، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟
إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام وأعذنا بسلطانك الذي لا يضام وارحمنا بقدرتك يا رحمن. اللهم لا تهلكنا وأنت بنا بر يا رحمن أتهلكنا وأنت ربنا وحصننا ورجاؤنا. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. حسبي الذي لا يمن على الذين يمنون، حسبي الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم كثيرا. اللهم إني أصبحت في حماك الذي لا يستباح، وأمسيت في ذمتك التي لا تخفر، وجوارك الذي لا يضام. وأسألك اللهم بعزتك وقدرتك أن تجعلني في حرزك وجوارك وأمنك وعياذك وعدتك وعقدك وحفظك وأمانك ومنعك الذي لا يرام وعزك الذي لا يستطاع من غضبك وسوء عقابك وسطوتك وسوء حوادث النهار وطوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يدك فوق كل يد، وعزتك أعز من كل عزة، وقوتك أقوى من كل قوة، وسلطانك أجل وأمنع من كل سلطان. أدرأ بك في نحور أعدائي وأستعين بك عليهم وأعوذ بك من شرورهم وألجأ إليك فيما أشفقت عليه منهم. وصلى الله على محمد وآل محمد، وأجرني منهم يا أرحم الراحمين. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. أعيذ نفسي وديني وأهلي وولدي ومالي وجميع ما تلحقه عنايتي وجميع نعم الله عندي، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي خضعت له الرقاب، وبسم الله الذي خافته الصدور، وبسم الله الذي وجلت منه النفوس، وبسم الله الذي قال به يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وبسم الله الذي ملأ الأركان كلها، وبعزيمة الله التي لا تحصى، وبقدرة الله المستطيلة على جميع خلقه من شر جميع من في هذه الدنيا، ومن شر سلطانهم وسطواتهم وحولهم وقوتهم وضرهم وغدرهم ومكرهم. وأعيذ نفسي وأهلي ومالي وولدي وذوي عنايتي وجميع نعم الله عندي بشدة حول الله
وبشدة قوة الله، وبشدة سطوة الله، وبشدة بطش الله، وبشدة جبروت الله، وبمواثيق الله وطاعته على الجن والإنس. بسم الله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وبسم الله الذي فلق البحر لبني إسرائيل، وبسم الله الذي ألان الحديد لداود، وبسم الله الذي الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، من شر جميع من في هذه الدنيا، ومن شر جميع من خلقه الله وأحاط به علمه، ومن شر كل ذي شر، ومن شر حسد كل حاسد، وسعاية كل ساع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شأنه. اللهم بك أستعين وبك أستغيث وعليك أتوكل، وأنت رب العرش العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واحفظني وخلصني من كل معصية ومصيبة نزلت في هذا اليوم وفي هذه الليلة وفي جميع الليالي والأيام من السماوات والأرض، إنك على كل شيء قدير. بسم الله على نفسي ومالي وأهلي وولدي، بسم الله على كل شيء أعطاني ربي، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم رضني بما قضيت، وعافني فيما أمضيت، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم إني أعوذ بك من أضغاث الأحلام، وأن يلعب بي الشيطان في اليقظة والمنام. بسم الله تحصنت وبالحي الذي لا يموت من شر ما أخاف وأحذر، ورميت من يريد بي سوءا أو مكروها من بين يدي، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأعوذ بالله من شركم، شركم تحت أقدامكم، وخيركم بين أعينكم، وأعيذ نفسي وما أعطاني ربي وما ملكته يدي وذوي عنايتي بركن الله الأشد، وكل أركان ربي شداد. اللهم توسلت بك إليك وتحملت بك عليك، فإنه لا ينال ما عندك إلا بك. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكفيني شر ما أحذر وما لا يبلغه حذاري، إنك على كل شيء قدير، وهو عليك يسير. جبريل عن يميني، وميكائيل عن شمالي، وإسرافيل أمامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم مخرج الولد من الرحم، ورب الشفع والوتر، سخر لي ما أريد من دنياي وآخرتي، واكفني ما أهمني، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم سميت به نفسك وأنزلته في كتابك
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصلي على محمد وعلى محمد، وأن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وشفاء صدري وجلاء حزني وذهاب همي وقضاء ديني. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي حين لا حي، يا حي يا قيوم، يا محيي الأموات والقائم على كل نفس بما كسبت. يا حي لا إله إلا أنت، برحمتك التي وسعت كل شيء استعنت فأعني، واجمع لي خير الدنيا والآخرة، واصرف عني شرهما بمنك وسعة فضلك. اللهم إنك مليك مقتدر، وما تشاء من أمر يكن، فصل على محمد وآله، وفرج عني، واكفني ما أهمني، إنك على ذلك قادر يا جواد يا كريم. اللهم بك أستفتح وبك أستنجح، وبمحمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله إليك أتوجه. اللهم سهل لي حزونة أمري، وذلل لي صعوبته، وأعطني من الخير أكثر مما أرجو، واصرف عني من الشر أكثر مما أخاف وأحذر ومما لا أحذر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.